بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين سنكسار اليوم الثامن عشر من شهر طوبة المبارك احسن الله انقضاءه وعادوا علينا وعليكم ونحن وانتم في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والاسام والزلات من قبل مراحم الرب يا ابائي واخوتي امين في مثل هذا اليوم من سنة اربعة وخمسين للشهدة تلتمية تمانية ميلادية تنيح القديس يعقوب أسقف نصيبين، ولد هذا القديس في مدينة نصيبين ما بين النهرين دجلة والفرات، تربى منذ حداثته على التقوى ومحبة الفقراء ودرس الكتاب المقدس وبعض العلوم، أحب السيرة الرهبانية متفرغًا للصوم والصلاة والنسك واشتهرت قداسته. وذاعت فضائله ووهبه الله عمل المعجزات، ولما تنيح أسقف نصيبين اختاره الأكليروس والشعب أسقفا عليهم سنة 319 ميلادية، ولما رسم استمر علي حياة النسك والتقشف واهتم بتعزية الحزانة. وزيارة المرضى والعناية بالفقراء والأرامل والأيتام وتشييد الكنائس حضر هذا الأب مجمع نقية ووافق على قراراته وقوانينه ولما حاصر صابور ملك الفرس مدينة نصيبين وفتح في أسوارها ثغرة ليدخل إلى المدينة صلى هذا القديس إلى الله ليحفظ شعبه وفي الصباح رأى صابور أن الأسوار قائمة سليمة على ما كانت عليه بالأمس وأرسل الرب على جيوشه الزباب الزباب والناموس فهرب الجيش وبعد أن أكمل جهاده الصالح تنيح بسلام بركة صلواته فلتكن معنا أمين وفيه أيضا رتبت الكنيسة تذكار القديستين مريم ومرسى أختي العازر الحبيب الذي أقامه الرب من بين الأموات ولدت هاتان القديستان في بيت عنيا وكان الرب يسوع المسيح يستريح في بيت العازر وأختيه وقد عبرت كل من بارسا ومريم عن حبها للسيد المسيح بأسلوبها الخاص فاهتمت مرسى بضيافته والعمل على راحته أما مريم فقد جلست عند قدميه تستمع إلى كلامه وهي أيضا دهنت قدمي المخلص بطيب غالي الثمن فامتدح الرب قائلا حيثما يكرز بالإنجيل في العالم كله يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها ولما مات العازر دار حديث بين الرب وبينهما أظهرت فيه إيمانهما بأن السيد المسيح هو ابن الله الاتي الى العالم بركه صلواتهما فلتكن معنا امين وفيه ايضا تنيح القديس الانبا اندراس الشهير بابو الليف وهو من اباء الجيل السابع وكان تلميذا للانبا بسنتاوس اسقف قفط ولد هذا القديس ببلده شنهور وهي قرية تابعة لمركز قوس وحافظة قنا من أبوين مسيحيين كان والده فلاحا بسيطا فرباه تربية مسيحية وكان القديس أندراس يوزع طعامه على المحتاجين ويظل صائما حتى المساء وانتهز فرصة رعايته الغنم أبيه للاختلاء والصلاة والحديث مع الله واشتاق إلى حياة الرهبنة، وفي سن العشرين مضى إلى دير بجبل الأساس وترهب هناك، وأجهد نفسه في عبادات كثيرة ونسك، وكان يلبس ثوبًا من الليف، لذلك سمي بأبو الليف، وأظهر محبة كبيرة لإخوته الرهبان، فحسده الشيطان وحاربه بقوة. لكنه في اتضاع وبساطة وإيمان كان يقول الله الذي أعطى القوة والنصرة لأبائنا القديسين أنطونيوس ومكاريوس هو ينجيني فأخلص من شر هذا العالم الزائل ولما حاربه بترك طقسه الرهباني لنوال وظائف العالم قال ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه وكان يتحصن دائما بعلامة الصليب فيهرب منه الشيطان، لما سمع الأنبا بسنتاوس أسقف قفط بفضائل هذا القديس، اتخذه تلميذا له، وقد وهبه الله نعمة شفاء المرضى وعمل المعجزات، فكانت الجموع تلجأ إليه وتطلب إرشاداته وصلواته، وبعد أن أكمل جهاده تنيح بسلام. ودفن في الدير الذي يحمل اسمه فيما بعد دير ابو الليف الذي يقع بالقرب من قريه حاجر دنفيق مركز نقاده محافظه قنا على بعد 350 مترا من دير الصليب المقدس بركه صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما ابديا امين